مساء الخير، إن شاء الله يا رب تكونوا بأحسن صحة وعافية وراحة بال. اليوم إن شاء الله بإذن الله حوريكم كيف نطبق الشرشف اللي فيه مطاط أو اللي يسموه الفيتشيت بطريقة سهلة، علشان كمان ما تاخذ معاكم مساحة جوا الدولاب. طيب، حنمسكها بالطول ونحاول نحط من الزاوية هذه، نقلبها تصير بهذا الشكل، ونفس الشيء من الزاوية الثانية. فصار يدنا موجودين بالزاوية الأولى والثانية. الحين ناخذ هذا اليد ونحطها على الزاوية الثانية ونقلب القماش، ونحاول نسوي نفس الشيء في الطرف اللي تحت. بهذه الطريقة رجع صار عندنا زاويتين. حنحط هذه الزاوية مرة ثانية على الزاوية الثانية ونقلب القماش لين يصير عندنا هذا الشكل. بعدين نلاقي السطح ونحطه على السطح. ناخذ الطرف اليمين ونحطه في النص ونضغط علشان نحاول نطلع الهواء اللي موجود جوا، والطرف اليسار نرجع نحطه في النص ونضغط، بعدين نصفطه هنا مرة وهذه ثاني مرة. هذه الطريقة صار عندكم هذا الشكل، ما ياخذ مساحة صح؟